غريبا تتجلى للقلوب فحنتي سقاني بكأس من مدامة حبه فكان من الساقي خماري وسكرتي ينادمني في كل يوم وليلة وما زال يرعاني بعين المودة طريق بيت الله من جاء زاره بهرولة يحظى بعز ورفعة وسر بسر الله صار بخلقه فلذ بجنابي إن أردت مودتي وأمر بأمر الله إن قلت كن يكن وكل بأمر الله فاحكم بقدرتي نهرت بعين الفكر في حال حضرتي حبيبا تتجلى للقلوب فحنتي سقاني بكأس من مدامة حبه فكان من الساقي خماري وسكرتي ينادمني في كل يوم وليلة وما زال يعني بعين من مدامة حبه فكان